الكرام على المراكز الأولى تتقدم وتقود مسار هذا الشوط بالإبكار. هذه الشاهينية، الشاهينية النوبي بن عزيز المحرمي اللي تسيطر على مقدمة الشوط، بينما تليها في المركز الثاني هذه الطيارة لعلي بن عتيد بن علي بن راشد بن خفية الكتبي ياتي في المركز الثاني. أما المركز الثالث تتقدم فيه لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الذي تأتي في هذه اللحظات وفي هذا أي الانطلاق. ننطلق مع المركز الرابع في هذه اللحظات، وصلت كيف العيلام بن معيوف بن سعيد الشدي تتقدم في هذه اللحظات على المركز الخامس، بينما المركز الرابع. أما المركز الخامس شوف اللي وصلت دمعة محمد بن سهيل بن عويضان العامري الذي تنطلق في هذه اللحظات. هذه الخمس المراكز الأولى، بينما أشوف المركز السادس هذه الطاغية تأتي في المركز السادس عوض بن مظفر بن خموشه العامري تتقدم على سادس المراكز، بينما المركز السابع هذه زاهية تعود ملكيتها محمد بن خاتم بن محمد الشامسي في المركز السابع، بينما المركز الثامن ثامن المراكز وتقدمت في سمحة العلي بن حمد بن سيف بالأصلي الشامسي، بينما المركز التاسع سمحة في المركز التاسع أحمد بن علي بن سويدان بن حضيرم الكتبي، بينما المركز العاشر هذه العاشر الباهية لأحياء بن مطر بن حاذة الكتبي. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام العشر المراكز الأولى في المحليات الأصايل في خامس الأشواط وجولتنا الثانية في انطلاقات هذا الصباح الجميل. عودة إلى المراكز الأولى، عودة إلى الانطلاق الأول بعد النداء من العشر المراكز والإذاعة الأولى مرة ثانية. نعود إلى التنافس، نعود إلى تبادل المراكز، نشوف هناك التغييرات اللي بدلت على المركز الأول. هذه دمعة، هذه دمعة محمد بن سهيل بن عويضان العامري قادت مساري هذا الشوط وانطلقت بالمركز الأول، بينما في ثاني المراكز الشاهينية النوبي بن عزيز بن سويدان المحرمي يتقدم على المركز الثاني في هذا الانطلاق، بينما نرفزة تأتي في المركز الثالث واللي تأتي نرفزة تعود ملكيتها لأحمد بن سلطان بن رشيد السويد تتقدم على ثالث المراكز. والمركز الرابع هذه كيف عيلان بن معيوف بن سعيد الشدي تأتي في المركز الرابع، وناخذ المركز الخامس وعندك يا راعي صوغ الطاغية عوض بن مظفر بن خموشة العامري في خامس المراكز. يا سلام، شوف الخمس المراكز الأولى، أما المركز السادس سادس المراكز هذه الطيارة، الطيارة علي بن عتيج بن علي بن خفية الكتبي يقدم الطيارة على سادس المراكز. هذه الست المراكز، ولكن بقية المراكز بينها مسافة بينها وبين بقية المراكز ساير شوية الجمري. خلنا نشوف نكمل النداء للعشرة المراكز الأولى، ناخذ المركز السابع وهذه تتقدم في هذه اللحظات زاهية لمحمد بن خاتم الشامسي تأتي في المركز السابع. أما ثامن المراكز تواجد لسمحة علي بن حمد بن سيف بالأصلي الشامسي، والمركز التاسع تاسع المراكز سمحة لحمد بن علي بن سويدان الكتبي، والمركز العاشر هذه تدخلت دقاشة لحمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري. هذه النتيجة، هذه العشر المراكز الأولى، وهناك أيضا شعارات وأسماء خلف العشر، ترقبوا المزيد والمزيد في هذا الشوط. يسير الشوط بتحدي ويسير بأثاره، كذلك حامل تحديات ناموس، ولكن الثمانية كيلو مترات أيضا تحتاج إلى التأني وإلى الركود من المتابعين، لأنها مسافة طويلة لاستخدام طاقة المطية في الأمتار الأخيرة وفي التحديات الأخيرة. يا سلام، شوف هذا المنظر الجميل وهذا الاستعداد
في هذه الأيام في هذا الثلث الأخير تقريبا من موسم الأصايل، وأيضا اتجاهنا إلى الختاميات وإلى الرموز وإلى هذه الانطلاقات في هذا في ميدان المرموم. هنا تنطلق الثنايا في هذه التحديات. يا سلام، عودة إلى المركز الأول. دمعة لا زالت بالمركز الأول، دمعة مسيطرة، سيطرة جميلة ورائعة على المركز الأول. وياتي محمد بن سهيل بن عويضان العامري كذلك حريص بن عويضان على المشاركة القوية والمنافسات، بينما تأتي في المركز الثاني الطاغية اللي بدلت من موقعها وتقدمت على المركز الثاني وعينها على الناموس. عوض بن مظفر بن خموشة العامري يتقدم، بينما هناك هذه الشاهينية النوبي بن عزيز المحرمي يأتي في المركز الثالث، بينما المركز الخامس هناك في هذه الانطلاقات هذه نرفزة تعود ملكية الأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي على المركز الرابع والمركز الخامس. غير هناك غيرت اللي هي كيف لعيلان بن معيوف بن سعيد الشدي يتقدم مع شعاري بالخصم الذي ياتي بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع الشيق. يا سلام يا سلام، وهذه الطيارة لعلي بن عتيج بن خفية يتقدم مع الطيارة. شوف بن سويدان، شوف بن سويدان حمد بن علي بن سويدان مع سمحة، مع سمحة اللي تحركت وايضا تحرك هناك من سمحة اخرى، ولكنها العلي بن حمد بن سيف الاصلي الشامسي يتقدم، وبن درويش من الجانب الاخر. بن درويش واصل كذلك، وصلوا الجماعة. الله، تغشت غشة حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري، بدأت تتحرك. تابع يا ابو الضبي، تابع هنا وفي هذا الانطلاق والاندفاع. يا سلام، الله 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 الله، عودة 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 إلى المراكز الأولى. بدأت الأمور، بدأ انحناء الميدان، وبدأ كذلك حزام القابات، وبدأ اتجاهنا مباشرة إلى المراكز الأولى لنشاهد التنافس. لا زال بن عويضان مسيطر، مسيطر بن عويضان، وياي بنا دمعة، دمعة فرح وناموس محمد بن سهيل بن عويضان العامري على المركز الأول، على الانطلاق الأول. ما شاء الله، المركز الثاني. الله، الشاهينية النوبي بن عزيز بن سويدان المحرمي يتقدم على المركز الثاني، على المركز الثاني في انطلاقتها. نتمنى لها التوفيق كذلك. يا سلام، المركز الثالث الطاغية، الطاغية العوض بن مظفر بن خموشة العامري يتقدم مع الطاغية، وواصلة ومتحرك سمحة لحمد بن علي بن سويدان بن حضير ملكتبي تتحرك في هذه اللحظات. والله يا الأمور، والله يا الشوط يحمل في طيات الكثير والكثير من هذه الانطلاقات، من هذه التحديات. الله الله الله، يا هذا الاندفاع، يا هذا الانطلاق. وصلت 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 داشة حمد بن سلطان بن درويش تتحرك كذلك على تنافس هذا الشوط. وناموس، يا سلام، شوف 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 التحرك. سمحة لعلي بن حمد بن سيب الأصري الشامسي بدأت تتدخل وتنافس على هذا المسار. يلا يلا، ولكن الأوامر ما صدرت، الأوامر ما صدرت، لأنها المسافة لا زالت، لا زالت بالنوبي مسيطر، بالنوبي مسيطر مع الشاهينية. النوبي بن عزيز المحرمي يتقدم بالمركز الأول، يسيطر على مقدمة الشوط. المركز الثاني وهذه الطاغية العوض بن مظفر بن خموشه العامري، والمركز الثالث دمعة، دمعة محمد بن سهيل بن عويضان العامري يتقدم على ثالث المراكز. والمركز الرابع هذه في سمحة لحمد بن علي بن سويدان يتقدم في هذه اللحظات. ومن الجانب الآخر نشوف الغدوم، الغدوم من كيف، كيف لعيلان بن معيوف بن سعيد الشدي يتقدم مع كيف. يا سلام، هذه وصلت، هذه هي عجيبة عجيبة، هذا اسم جديد ما وصلتنا. الشاعر سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي يتقدم في هذه اللحظات. ياتي، يا سلام، بدأت الأوامر، خلاص خلاص، الثمانمية متر الأخيرة. عاد بن عويضان مرة ثانية، عاد الدمعة، عاد الدمعة، محمد بن سهيل بن عويضان العامري يلا مقدمة الشوط.
وبدا بن سويدان يحرك وبدا بن مصلح كذلك يحرك. شوف التغييرات، شوف التبديلات، ولا زالت دمعه ولكن بن مصلح الشاعر بن مصلح يقدم لنا مشاهدي العزاء عجيبه سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي. يا سلام، عجيب ودمعه، عجيب ودمعه، وعادت سمحه، سمحه وعجيب ودمعه، دمعه وسمحه وعجيبه. يا سلام الامتار الاخيره، وكيف الله روحنا قدام. خلنا نشوف يا سلام، شوف اللي عادت مره ثانيه، شوف التبديل، شوف التنافس ما بين المراكز الاولى. هناك على المركز الاول لا زال الدمعه محمد بسهيل بن عويضان، ولكنها كيف عيلان بن معيوف بن سعيد الشدي يتقدم وغير الامور كلها على مقدمه الشوط. يا سلام ما شاء الله، تهانينا تهانينا. وين السلامات؟ جميرة جميرة، عيلان بن معيوف بن سعيد الشدي يقدم لنا كيف بالناموس الفوز. المركز الثاني اللي هي عجيب لسعيد بن حمد بن مصلح الحبابي، المركز الثالث دمع لمحمد بسيل بن عويضان العامري، المركز الرابع سمح لعلي لحمد بن علي بن سويدان الكتبي، والمركز الخامس هذه مياسه لعبد الله بن سالم بن ثعلوب الكتبي. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا وعودتنا إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام في مسار هذا الشوط وتحدياته. تهانينا على هذا الفوز لعيلان بن معيوف بن سعيد الشدي، وتوقيتها 12 دقيقة وتسع واربعين ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. سلاماتنا في الصباحية الجميلة في هذا الشوط، ويستاهل الشدي. المركز الثاني هذه عجيبة في توقيت زمني مقداره 12 دقيقة 50 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. وسعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي تهانينا، بينما المركز الثالث وصلت في دمعة في 12 دقيقة 51 ثانية بالوفاء والتمام مالك دمعة محمد بن سهيل بن عويضان العامري، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحول الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا السادس في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم. الشوط السادس